ما نحسه هو بالطبع السعادة، لأنه العملية ديال الانتخاب في حد ذاتها هي أولا واجب وطني، والإسهام فيه هو إسهام في البناء الديمقراطي لبلادنا، وفي كذلك الإسهام والمساهمة ديال المواطنين في اختيار من سيمثلهم. النقطة الثانية هو أنه بعد طبع الحملة الانتخابية والتواصل الواسع مع المواطنين في مختلف الأقاليم والجهات، كان هناك إحساس بأن يعني الدور اللي خصنا نقوم به كنقوم به. لمسنا كذلك مدى تجدر تجمع الوطنيين الأحرار داخل مختلف الأوساط ومختلف الجهات ومختلف الأقاليم. التجاوب اللي كاين الإيجابي مع مقترحات تجمع الوطنيين الأحرار ورؤية تجمع الوطنيين الأحرار، الصورة اللي عند هذا الحزب لدى المواطن كلها كتعطينا كتزيدنا تفاؤل وكتزيدنا قوة باش نساهموا أكثر في البناء ديال بلدنا وكذلك في تقوية المناعة ديال بلدنا.